أرحب فيكم سادة المشاهدين معي بحلقة جديدة وتواصل جديد من برنامج أكاديمية. هذا البرنامج الأكاديمي اللي جمعنا وإياكم دائما على الطرح الأكاديمي المفيد واللي دائما نستفيد من عنده السيد المشاهد وكذلك الطلبة وأعضاء التدريس والمنظومة التعليمية بدولة الكويت. كثير من المفاهيم الأكاديمية نناقشها في برنامجنا، ولكن لما نيجي لأرض الواقع ونشوف مدى تطبيقها قليل جدا، محاولة التعديل على الأخطاء قليل جدا. نحاول يعني نناقش أعضاء هيئة التدريس وينكم عن هذه المشاكل ودوركم في حل هذه المشاكل. نشوف أن المسؤولية قليلة بحكم الروتين وبحكم طول الدورة المستندية، فتخلي يعني تطوير الجانب التعليمي بطيء بدولة الكويت، وهذا واضح ولا يمكن أن ننكره. والخطأ على الجميع، على الطالب بدءا من الطالب ونهاية إلى وزير التربية مع كل الاحترام والتقدير له، ولكن هناك أخطاء ما نقدر نغطيها. يأتي عاد دور جمعيات النفع العام. هل جمعيات النفع العام تحاول أن تساعد في تسهيل هذه العقبات أمام الطلبة وأمام أعضاء هيئة التدريس؟ هل لهم دور ولا ما لهم دور؟ ولا جمعيات النفع العام دورها اجتماعي فقط بحت، لا تتدخل في الجانب التعليمي؟ هذا مو صحيح. لليوم بنتكلم عنه يثبت من خلال حلقتنا أن جمعيات النفع العام وتحديدا جمعية الثقافة الاجتماعية لها دور بارز في تسهيل وتطوير الحركة التعليمية من خلال تبنيها لمجموعة من المعارض والمشاريع السنوية، واللي إقبال الطلبة عليها ضخم جدا. يعني ما بيقول في إقبال، بقول إقبال ضخم جدا من خلال الأعداد اللي سووها، وكذلك أعضاء هيئة التدريس اللي يشتركون في هذه المعارض اللي تنظمها جمعية الثقافة الاجتماعية أيضا ضخمة، فيدل على أن هناك يعني حركة جديدة بدأت تنتهجها هذه الجمعية جمعية الثقافة الاجتماعية حتى تكون مثال لجمعيات النفع الأخرى. على الرغم أن جمعيات النفع الأخرى البعض منها متخصص بالجانب التعليمي، ولكن للأسف ما نشوف أن لهم دور بارز، معرض يوم وخلص، وحتى الإقبال عليه لربما لا يكون جيد، وإقبال الطلبة يكون قليل، وفيه يعني بعض الخجل إن صح التعبير. اليوم راح أتكلم عن معرض المستقبل الطلابي، وهو الثاني العام صار في معرض المستقبل الطلابي. الطلبة اللي تخرجون من الثانوية راحوا حق هالمعرض، الحين بعرف شنو فيه، شنو يقدم، شنو اللي يساعد الطلبة فيه بعد شوي مع ضيوفنا الكرام، ولكن هذا المعرض يساعد الطلبة في كثير من الأمور. لذلك كل طالب قاعد يطالعنا اليوم بيتخرج من الثانوية العامة يقدر يستفيد من حلقة اليوم ليحدد مستقبله الطلابي كما جاء عنوان هذه الحلقة. ولكن عندنا في البداية تقرير، هذا التقرير عن معرض المستقبل الطلابي اللي سويناه أو اللي صار السنة اللي طافت، واللي شافوه مجموعة من الطلبة، واللي حضر له عدد كبير من الطلبة. ولكن أيضا عندنا سؤال حلقة، سؤال حلقة اليوم: ما رأيك بمعرض المستقبل الطلابي لكل الطلاب اللي راحوا، كل الطلاب اللي شافوا، وأيضا اللي ما راح واللي سمع عنه، شو رأيك فيه؟ اللي حاب يتواصل معنا يقدر يتصل على الهواء مباشرة من خلال الأرقام اللي تشوفونها أسفل الشاشة. ولكن بعد إذنك مخرجنا الفاضل قبل لا أروح يعني نشوف سؤال الحلقة، أبي أوجه تحية شكر خاصة إلى الزميل الخلوق وصاحب الأخلاق العالية والراقي جدا أخونا هاشم بولند، على يعني تواصله معنا، على أخلاقه، على ابتسامته الدائمة، وعلى حرصه على متابعة الأمور الجميلة في البرامج. يعني شاب لطيف جدا تواصل معنا من خلال الواتساب، وهو مشروع إعلامي ناجح نفتخر فيه، وبإذن الله يكون هو يعني من الإعلاميين اللي نفتخر فيهم. اليوم بعد ما عرف أن ضيوفنا الكرام اللي موجودين معنا بالحلقة جايين بيزورونا، يعني حرص إلا أن يبعث لهم شيء من الصبح. أحمد ورد يا هاشم بولند، ورد ما يكفي بالسديو، كيك كيك والله ما نقدر نحطه راح، فحرص أن يجيب لنا شيء رمزي لضيوفنا الكرام اللي حرصوا اليوم أن يكونون معنا. هذا اللي قاعد نشوفه على الهواء الحلو الجميل، الكيك الجميل اللي جايب لنا أخونا هاشم بولند. جمال هذا الحلو هاشم، جمال هذا الحلو يعرض أو يوضح أو يبين أو يعكس جمال أخلاقك يا طيب الأخلاق. فكل الشكر وتقدير لك على هذه الهدية اللي جت لضيوفنا الكرام. مخرجنا الفاضل طولنا بالمقدمة، خلينا نشوف سؤال الحلقة ونعود لنتواصل وياكم من جديد. رجعنا مشاهدينا من بعد السؤال الحلقة، اللي حاب يتواصل معنا من خلال الأرقام اللي تشوفونها أسفل الشاشة. التواصل معنا سهل جدا، فقط ابعث كلمة مشاركة، فريق الإعداد راح يرجع يتواصل معكم. هذه الأرقام الخاصة في التواصل معنا، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام وكذلك على تويتر. راح أروح التقرير، تقرير معرض الطلابي اللي راح نشوفه مع بعض، واللي صار السنة اللي طافت واللي كان فيه عليه إقبال كبير
واللي تقيمها جمعية الثقافة الاجتماعية. نروح نشوف هذا التقرير ونعود لنرحب بضيوفنا الكرام. في إطار أدائها لدورها المجتمعي، أقامت جمعية الثقافة الاجتماعية بمقرها في منطقة ميدان حولي وللمرة الأولى معرض المستقبل الدراسي لمساعدة خريجي المرحلة الثانوية على الاختيار الصحيح لمستقبلهم الدراسي وتحديد وجهتهم بعد المرحلة الثانوية. المعرض تخلله مشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس من جميع الكليات لإرشاد الطلبة وتقديم شرح أوفى عن الدراسة الجامعية. الدراسة عامة في كلية العلوم الإدارية شوية أسهل من باقي الكليات. أيضا تخصصاتنا عملية، يعني مثلا واحد من أشهر التخصصات حق طلبتنا المحاسبة. تخصص المحاسبة تخصص مو وايد صعب، يحتاج فيه مفاهيم قواعد وأسس ومبادئ للدراسة، وفي احتمال قوي ضمان لا بأس فيه من حيث التوظيف بعد التخرج. أعضاء هيئة التدريس تحدثوا عن بعض التخصصات التي تدرس في كلياتهم بالإضافة إلى المميزات التي تميز كلياتهم عن بقية الكليات. بخصوص كلية الحقوق، كلية الحقوق تعتبر من الكليات ذات الطابع الأدبي، أي لا يدرس فيها المواد العلمية مثل الكيمياء أو الرياضيات أو العلوم، تأخذ طبيعة المواد القانونية، جميع فروع القانون. طبعا احنا عندنا شيء وايد زين بالنسبة لمسألة توافر المواد، يعني في باقي الكليات ممكن الطالب أو الطالبة تواجه مشكلة أن المادة هذه مسكرة أو يتأخر تخرجها بسبب عدم توافر المادة أو أن الشعبة مسكرة. في كلية الحقوق ما عندنا الشيء هذا. التخصصات الموجودة في كلية الآداب معظمكم يمكن يكون عارفها، أنتم غطيتوها أو جزء منها تم تغطيتها في الثانوية العامة كمواد، وإحنا نتكلم عن العلوم الإنسانية بشكل عام وهي اللغات. كلية الآداب فيها ثلاث أقسام لغوية: قسم اللغة الإنجليزية، قسم اللغة العربية، قسم اللغة الفرنسية تم استحداثها مؤخراً، وفي عندنا قسم التاريخ، قسم الفلسفة، وقسم الإعلام. كلية الحقوق المعدل المكافأة فوري 90%، كلية العلوم الاجتماعية 86%، كلية الآداب 81%، وكلية العلوم الإدارية 80%، وأعتقد حسب كلام الدكاترة أن هالمعدلات قابلة للتغيير، فحتى الأخوة والأخوات عليهم المتابعة مع الصحف أو إدارة الجامعة وقسم القبول والتسجيل. وعقب انتهاء أعضاء هيئة التدريس من تقديم الشرح عن كلياتهم، طاف الطلبة بالمعرض المصاحب الذي يشمل جميع الكليات، حيث يقوم الطلبة السابقون وأعضاء هيئة التدريس بالرد على استفسارات الطلبة المستجدين. مثل ما تشوفون هناك أيضا بعد المحاضرات الأربعة هناك بوثات موجودة تمثل عدة تخصصات، بحيث الطالب بعد ما يسمع المحاضرات ينزل ويقدر يسأل سؤال فيس تو فيس للدكاترة من ناس متخصصين، أيضا يسأل بعض الأشخاص الخريجين من الكليات، بحيث يكون ملم بالتخصص وأيضا طريقة الدراسة، وأيضا زيادة عليها أنه يكون عارف فيما بعد الدراسة شو راح تكون طبيعة الوظيفة العملية. وكذي يطلع الطالب من معرضنا تقريبا وصل 80% حتى قناعة معينة أنه يقدر يختار التخصص الفلاني وشنو سلبياته وشنو إيجابياته. أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. رجعنا مشاهدينا من بعد هذا التقرير. أعود لأرحب بضيوف الكرام اللي حرصوا على التواصل والتواجد معنا في برنامج أكاديمية، بداية مع الأستاذ صلاح عباس الناصر. حياك الله معنا، عضو مجلس إدارة جمعية الثقافة الاجتماعية، رحب فيك. أهلا وسهلا. وكذلك الدكتور علي البلوشي، أستاذ في قسم البيئة كلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت، حياك الله معنا. الله يحييك. يعني تحدثت في البداية عن معرض المستقبل الطلابي الثاني للعام الثاني على التوالي، واللي تقيم جمعية الثقافة الاجتماعية وتشرف عليه وتنظمه، وهو متخصص لفئة معينة ويخدم فيها فئة معينة. خلني في البداية يعني أبتدي معك أستاذ صلاح لأتحدث عن هذا المعرض. بداية أبي أتكلم عن دور جمعية الثقافة الاجتماعية، كونها من جمعيات النفع العام النشطة بدولة الكويت، ودورها في خدمة الطالب، خصوصا أن جمعيات النفع العام حتى في دورها الاجتماعي في الآونة الأخيرة بدأت تتواضع وأصبح في خجل
في عملها. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نمسي عليكم ومسي على الأخوان المشاهدين الكرام بالخير، ونشكركم، نشكر قناة الكويت الكريمة على هذه الاستضافة، واللي من خلالها إن شاء الله يعني نبين بعض النقاط والأمور المتعلقة في معرض وفاعلية ونشاط أكاديمية. طبعاً مثل ما ذكرت، جمعية الثقافة الاجتماعية من ضمن جمعيات النفع العام الموجودة في دولة الكويت، ويعني دورها دور اجتماعي عام، اسمها جمعية نفع عام. نعم. فهي عامة لكافة شرائح المجتمع. المجتمع. ومن ضمنها فئة الشباب. صحيح. مثل ما يدري يعني المشاهد الكريم أن فئة الشباب هي الشريحة الأكبر في صحيح. دولة الكويت. صحيح. 60%. نعم. فبالتالي يعني دور الجمعية وأنشطتها ومشاريعها منصبة بشكل أكبر على هذه الشريحة المهمة، وبالأخص شريحة الشباب اللي هي يعني خلينا نقول اللي بيدشون الجامعة والمعاهد التطبيقية، باعتبار أن هم لبنة المستقبل. صحيح. فيعني جمعية الثقافة الاجتماعية مهتمة بهذه الفئة، وخير دليل على اهتمام جمعية الثقافة هنالك عدة أنشطة وفعاليات، سواء كانت أنشطة اجتماعية أو رياضية أو فنية أو حتى أكاديمية تبنتها الجمعية. نعم. نذكر لك على سبيل المثال معرض المواهب الشبابية. نعم. كان معرض ضخم ومهتم يختص بالمواهب. نعم، يختص بالمواهب. نعم. عندك حملة أسباب نجاحي، وكانت تركز على شريحة خريجين الثانوية، نوعيهم تنمية بشرية. نعم. نوعيهم شلون يدرسون الدراسة الذكية الصحيحة ويتأهبون حق فترة الاختبارات الفاينل آخر السنة. أكو هناك دورات صيفية، هنالك دورات رياضية، ومن ضمنها أيضا معرض أكاديمية واللي هو مختص في شريحة الشباب خريجين الثانوية، اللي هو قاعد نتكلم عنه معرض. نعم. المستقبل الطلابي الثاني. نعم. أنا عشان لا أنسى مرة ثانية، الأستاذ صلاح عباس الناصر عضو مجلس إدارة جمعية الثقافة الاجتماعية، هذا ما كتب عندي. نعم. ولكن حضرتك مساعد مدير في مدرسة أحمد شهاب الدين. نعم، أحمد شهاب الدين مساعد مدير مدرسة أحمد شهاب الدين. تمام. دكتورنا العزيز، يعني أهداف المعرض لربما تكون مختلفة وكثيرة، واستمرار هذا المعرض من عام إلى عام يدل على أن هناك إصرار على تحقيق هذه الرؤية وهذه الأهداف. لو ممكن بس نتفضل بشرح هذه الأهداف وننقلها للسادة المشاهدين حتى تكون واضحة، وحتى الطالب اللي مثلا مو عارف الأهداف، مو عارف شنو ممكن يقدم له هالمعرض، يعرف من خلال اللقاء ويبدي يزوركم. طبعا بالبداية نمسي عليكم، وحب نشكر قناة الكويت لاستضافتها الكريمة طبعا، ونشكر الأخ المقدم. الله يسلمك. برنامج أكاديمية. هذا يعني مكانك يعني دكتور. الله يحفظك، لأن برنامج أكاديمية يعني للأمانة يعتبر من أنجح البرامج المختصة في المجال التعليمي والتربوي. شكرا لك. على يعني هذا من متابعتي. وثاني تحية نقدمها حق جمعية الثقافة. نعم. الاجتماعية اللي تعاونت معنا من البداية، من أن أتت أو تبلورت الفكرة أن إحنا نقيم مثل هذا المعرض اللي هو معرض المستقبل الدراسي في العام الفائت، قدموا لنا كل يعني كل ما نحتاجه، كل تسهيلات حتى ينجح المعرض بالشكل اللي طلع في السنة اللي فاتت. أهداف المعرض طبعاً مثل ما تفضل الأخ صلاح، بأن مشكلة تحديد مستقبل الطالب الدراسي. نعم. من بعد الثانوية، من بعد المرحلة الثانوية، تعتبر مشكلة أزلية، مشكلة أزلية عند قطاع الشباب أو خريجين الثانوية. دائماً يعني إحنا لما كنا طلبة مرينا في هالتجربة الصعبة، إن عدم وضوح الرؤية، لأن تحديد المستقبل تدخل فيه عدة عوامل، زين، منها العامل الذاتي اللي هو القدرات الذاتية عند الطالب نفسه، منها الرغبة الذاتية أو خلينا نقول الميول اللي موجودة عند الطالب، منها توفر هذه الرغبة، منها زين موجودة هذه الرغبة. يعني مثلا بأدرس طب، موجودة كلية الطب، أنا. نعم. أحب الطب، عندي ميول للطب، ولكن ما عندي المعدل
المطلوب. صحيح. إنزين هل عندي خيارات أخرى أدرس في الخارج؟ هذا المعرض راح يوضح. فالهدف من هذا من إقامة مثل هذا المعرض إن نحدد المسير الطالب إنه يستوعب هو على شنو مقبل عليه، خصوصاً إن هذه المرحلة راح تحدد أصلاً كيفية حياته المستقبلية كلها، لأن مجرد دخوله مجرد تحديد المسار راح يبين إنه هو الوظيفة اللي راح يشتغل فيها في المستقبل شنو هي، العائد المادي اللي راح يحصله شنو هو، هل مجدي أو غير مجدي، هل هو يتناسب مع رغباته وميوله ما يتناسب مع رغباته وميوله، كل مستقبله يتحدد فيه. فلذلك تعتبر هذه المرحلة مهمة جدا، ومهم إن إحنا نوجه الطالب فيها في الطريق الصحيح بحيث إنه ما يتحسف أو يتندم في المستقبل على اختاره بطريقة خاطئة نتيجة لمشورة خاطئة. صحيح. من أصدقاء من قد يكون إنه يعني إنه ما عندهم الخبرة الكافية في توجيه التوجيه الصحيح، أحيانا يكون ضغط أهل أو ضغط عائلي لأنه يتمنون أن ابنهم يكون في مجال معين ما يكون في مجال آخر. واضح واضح. شكرا لك دكتور على التوضيح المقدمة الجميلة اللي قلتها، ولكن يعني أستاذ صلاح دعنا نركز شوي على الجانب جمعية الثقافة الاجتماعية، يعني شلون تبلورت فكرة المشروع خصوصا العام الثاني على التوالي والإقبال كما ذكرنا في بداية الحلقة أن الإقبال عليه شديد جدا، شلون تبلورت معاكم الفكرة وشلون شفتوا إقبال السنة اللي طافت؟ هل كان يعني في إقبال يعني يشجعكم لهذه السنة دخول السنة الثانية وهو اللي خلاكم تتشجعون، ولا فقط الاستمرار فيه هو الهدف؟ نعم طبعا جمعية الثقافة الاجتماعية تعتبر مؤسسة حكومية حاضنة لهذه المشاريع الهادفة. نعم. واللي على قولتهم تهتم بفئة الشباب. احنا عندنا نوعين من المشاريع استاذ احمد في جمعية الثقافة، اكو في مشاريع جمعية الثقافة هي اللي تنظمها من الألف للياء. نعم نعم. ولكن هنالك مشاريع تتبناها جمعية الثقافة وهي تعتبر الغطاء الرسمي لهذا النوع من المشاريع. مشروع المستقبل الطلابي يعتبر أحد المشاريع اللي متبنات من قبل جمعية الثقافة وهي الغطاء الرسمي لها. الفكرة جاهزة، الفكرة جاهزة، والإخوان الدكاترة الدكتور حسين ودكتور علي عفوا أبو حسين والشباب اللي معاه اجتمعوا مع مجلس الإدارة وطرحوا الفكرة وشرحوا لنا أهداف هذه الفكرة، وبالفعل يعني تمت الموافقة على تبني هذا المشروع بالكامل، وسخرنا جميع مرافق الجمعية لهم وأيضا ساعدناهم في التنظيم باعتبار أن بالفعل هذا المشروع مشروع حيوي ومهم. وبالفعل الحمد لله كان يعني قرارنا موفق، وبدليل على ذلك على أن الحضور الكثيف والقوي والصدى القوي اللي حصل عليه هذا المعرض، واللي خلانا نتشجع أن نتبناه للسنة الثانية على التوالي، وإن شاء الله يعني للسنة الثالثة وإلى ما لا نهاية. نعم بإذن الله. يعني يبقى الآن السؤال على الأرقام اللي تلكم السنة اللي طافت ونتائج إقبال الطلبة وأعدادهم بتفصيل، وشنو تتوقعون هالسنة، وكذلك الجامعات اللي شاركت معاكم السنة اللي طافت والجامعات اللي شاركت في هذه السنة، هل اختلفت زادت قلت ولا لا، واللي من خلالها راح نعرف إذا فعلا هناك تحسن في مستوى إقبال الطلبة على مثل هذه المعارض والتي تحدد مستقبلهم الطلابي. ولكن راح نروح فاصل صغير ومن بعدها نرجع نتواصل مع ضيوفنا الكرام اللي هم الأستاذ صلاح عباس الناصر مساعد مدير في مدرسة أحمد شاب الدين وعضو مجلس إدارة جمعية الثقافة الاجتماعية، والدكتور علي البلوشي أستاذ في قسم البيئة وكلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت. فاصل وارجع تواصل وياكم. رجعنا مشاهدينا الكرام من بعد الفاصل مستمرين معكم في برنامج أكاديمية، ونتحدث عن معرض المستقبل الطلابي الثاني بضيوف الكرام الأستاذ صلاح عباس الناصر مساعد مدير في مدرسة أحمد شهاب الدين وعضو مجلس إدارة جمعية الثقافة الاجتماعية، والدكتور علي البلوشي أستاذ في قسم البيئة كلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت. دكتور يعني قبل الفاصل كنت أتطرق إلى نقطة النتائج السنة اللي طافت،
عدد الطلبة، عدد الجامعات اللي مشاركة شنو كان؟ يا ريت لو نوضح للسادة المشاهدين. طبعا يعني كان النتائج كانت يعني فوق المتصور، يعني كنا احنا عادة لما يكون تجربة جديدة النتائج ما تكون يعني عالية، ولكن في الواقع كانت يعني أرقام مبهرة. يعني تفاعلوا معنا أكثر من 45 عضو هيئة تدريس وأكاديمي، نعم، من جامعة الكويت ومن الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب، شاركوا معنا كمحاضرين يشرحون تخصصاتهم وكيفية القبول في البرامج اللي موجودة اللي تقدمها جامعة الكويت والتطبيقي. ولكن كان مقتصر المعرض على الجامعات الحكومية خمسين فقط، يعني جامعة الكويت والتطبيقي كلياته معاهد التطبيقي كلياتها، نعم. ما كان في جامعات خاصة عندكم؟ لا، ولا أي جامعة، فقط جامعة الكويت. وكان في جانب تكلمنا فيه عن جانب البعثات الخارجية، وكان في حضور أو تمثيل من وزارة التعليم العالي، نعم، من مسؤولين وزارة التعليم، نعم، العالي، بحيث، نعم، إنه يشرحون للطالب كيفية التقديم، دول الابتعاث وتخصصات الموجودة في هذه الدول. نعم. فنتيجة لنجاح التجربة السنة اللي فاتت، فإحنا قلنا الحين إن لابد إن إحنا نوزعها، خصوصاً إن في أعداد هائلة، الأعداد قاعد تزيد كل سنة. أتكلم عن أعداد الخريجين الثانوية. فالخيارات اللي موجودة ما عادت فقط جامعة الكويت والتطبيقي، أيضاً عندنا الجامعات الخاصة، سواء كان طالب يدرس على حسابه أو الابتعاث الداخلي، وكذلك مثل ما قلنا الابتعاث الخارجي. فهذه السنة احنا وسعنا الدائرة، وجهنا دعوات للجامعات الخاصة الموجودة بالكويت، ولله الحمد كان في تفاعل مع الفكرة بعد ما شافوا التقرير اللي قدمنا لهم إياه عن التجربة الأولى، وأبدوا استعدادهم للمشاركة وأيضا حتى الدعم، وبعضهم أبدأ استعداده حتى لرعاية المعرض في السنوات القادمة. فإذا التجربة هالسنة راح تكون بشكل أكبر بشكل أوسع، الجهات اللي راح نغطيها راح تكون جهات أكثر، نعم، سواء من جامعات ومعاهد. الجامعات الخاصة سنة معاكم بشكل مفصل أكثر طبعا إن شاء الله. وطبعا لأن نتيجة للضغط اللي صار علينا السنة اللي فاتت، لأن المعرض كان مدته يوم واحد فقط، هالسنة راح يكون على مدى يومين، اللي هما راح يكون في تاريخ 12 إلى 13 يونيو 6، نعم، من هذا العام قبل رمضان، بعد نتائج اختبارات الثانوية وقبل التقديم الرسمي على الجامعات الخاصة. اسمح لي دكتور، نعم، أيضا معي مداخلة هاتفية من الدكتور إبراهيم السلطان. حياك الله، أنت معنا على الهواء مباشرة في برنامج أكاديمي يا دكتور. الله يحييك أخوي أحمد ويعطيكم العافية ومساكم الله بالخير. الله يسلمك، مساك الله بالنور. احنا كنا نتمنى وجودك معنا في الاستديو حتى نتحدث وإياك ونتحاور وجها لوجه، نتشرف بشوفتك، ولكن لربما ظروف العمل اللي مرتبط فيها حضرتك نتشرف بهذه المداخلة الهاتفية. بتكلم اليوم عن معرض المستقبل الطلابي الثاني. كثير من الطلبة يتخرجون من الثانوية ما عنده رؤية واضحة أي جامعة يختار وشنو التخصص اللي اختاره، وإذا كان البعض منهم عنده رؤية النسبة ما تساعده. فشنو تقييمك لهذا المعرض من خلال السنة اللي طافت، خصوصا أنها السنة يقام للمرة الثانية؟ طبعا بالنسبة لحد السنة اللي فاتت وأول سنة يطرح هذا النوع من المعارض، وإرشادي وتوجيهي للطلبة والطالبات حديثي التخرج من المرحلة الثانوية، وبشكل دقيق احنا كنا نحاول ان نساعد الطالب والطالبة في اختيار التخصص الجامعي الأفضل حسب ميولهم وطموحهم. نعم. فالآلية اللي وضعناها ان هناك بوثات موجودة في بعض الكليات والتخصصات، وايضا هناك محاضرات يحاضر فيها أعضاء من هيئة التدريس سواء بالجامعة أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي. نعم. فالطالب يكون ملم بجميع النواحي. أنا كفلسفة للمعرض كنا نفكر بأن الطالب يجب أن يمر في ثلاث مراحل مهمة فيما بعد المرحلة الثانوية. المرحلة الأولى هي الداتا كولكتنج، بمعنى أن الطالب يستشف الآراء، يسمع شنو التخصصات اللي موجودة، سواء كانت تخصصات أدبية عملية حسب أدبية أو علمية حسب التخصص الثانوي اللي كان بالثانوية. نعم. المرحلة الثانية يبدأ في مرحلة التحليل، يحلل التخصصات هذه، بمعنى أنه يسأل أصحاب الاختصاص، يسأل أصحاب الاختصاص اللي هم أعضاء هيئة التدريس، الطلبة اللي درسوا بالتخصص والطلبة الخريجين، عشان هم يستشف نوعية العمل. صحيح. في المرحلة العملية أو ما بعد المرحلة الجامعية. نعم. المرحلة الثالثة اللي يمر فيها الطالب
بعد المرحلتين الاولى اللي هي داتا كولكتنج والمرحله الثانيه اللي هو يعمل اناليسيس انه هو ياخذ قرار ويعمل ديسيجن بحيث مبني طبعا الديسيجن على المعطيات اللي هو اخذها من المرحلتين الاولى والثانيه. صحيح. فالمعرض فكرته بشكل اساسي وبشكل مبسط انه هو يخدم الطالب بحيث انه يعطيه الفرشه الكامله بالتخصصات اللي موجوده، يعطيه ايضا المعلومات الكافيه من الطلبه اللي يدرسون حاليا بالجامعه وايضا الطلبه الخريجين على اساس يكون ملم في جميع النواحي. صحيح. نعم. دكتور معانا ولا انقطع الاتصال؟ معك. معانا دكتور. طيب دكتور، يعني السؤال يطرح نفسه، ايش اللي تغير من العام لهالسنه؟ طبعا هو دائما المعارض بهذا الشكل، المعارض الدراسيه والاكاديميه سنه عن سنه تتطور بناء على المتطلبات اللي موجوده. فالسنه اللي فاتت شفنا ان هناك في طلب على الجامعات الخاصه، هناك كثير من الطلبه يسالون على الجامعات الخاصه. نعم. شفنا ايضا ان كثير من الطلبه كانوا يسالون عن اليه الدفع للجامعات الخاصه، ان صحيح. اذا مثلا انا ابوي موجود هل يقدر ياخذ لي قرض مثلا؟ ذكرها الدكتور، ذكرها الدكتور معانا، دكتور علي البلوشي تحدث عن جانب الجامعات الخاصه. ولكن يعني دكتور ابراهيم دعني اتحدث عن نقطه مهمه جدا، اقبال الطلبه هالسنه ممكن يكون اكثر، دبل السنه اللي طافت. هل انتم قادرين ان تستقبلون تستوعبون كل هذا الكم من الطلبه؟ بالضبط، يعني احنا السنه اللي فاتت لان احنا خلينا يوم واحد كان الضغط فوق المتوقع، احنا توقعاتنا الاساسيه كانت حروه ال 300 الى 400 طالب للامانه، لكن التوقع كان فوق يعني فوق العدد هذا. الحضور كان بما يقارب الألف طالب وطالبة غرار رأيها في التدريس، لذلك هالسنة الزيادة اللي احنا عملناها بدال انه يكون يوم واحد وزعنا على يومين بحيث نعطي الفرصة الكافية للطلبة سواء كانت الأعداد دبل أو الأعداد أكبر بنسبة معينة بحيث انه يكونون لهم القدرة انهم يستوعبون المعرض بشكل كامل. نعم، كل الشكر والتقدير لك دكتور إبراهيم السلطان على التواصل معنا على الهواء مباشرة، على وعسى أن هذا العمل اللي قاعد تشتغلون فيه بإذن الله ينتج هذه الثمار وهذه الزهرة اللي ممكن أن تطلع بنتيجة، وأكيد راح تطلع بنتيجة جيدة نفتخر فيها وتكون مباركة بإذن الله تعالى. أعود لكم مرة ثانية حتى أتحدث عن هذا المعرض واللي شوقتونا له، وقاعد أقول لك تحت الهواء راح أجي معاكم، راح أشارك أو حتى راح نزور حتى نشوف هذا يعني العمل اللي يخدم الطلبة. وبما أنه يخدم الطلبة إذا قاعد نخدم أهم شريحة في مجتمعنا الكويتي الحبيب، وكذلك قاعد نخدم في النهاية أبنائنا، وإن شاء الله يا رب يعني تترجم بصورة إيجابية. ولكن أنا في البداية أستاذ صلاح تحدثت عن جمعيات النفع العام وتطرقنا إلى دورها بالجانب الاجتماعي بالجانب التعليمي، وذكرنا دور جمعية الثقافة الاجتماعية، لها كل الشكر والتقدير على هذه الجهود الجبارة اللي قاعد تبذلها في كل المعارض السنوية اللي تقدمها وليس بغريب عليها. ولكن أتحدث الآن يعني عن منصبك بعيدا عن جمعية الثقافة الاجتماعية، كونك مساعد مدير في جمعية في مدرسة أحمد شهاب الدين، ما دورك اليوم كمساعد مدير في تشجيع الطلبة، دورك ودور أيضا من يماثلك في هذا المنصب في تسهيل عملية اختيار التخصص الصحيح للطلبة ما بعد مرحلة الثانوية، بس يعني مساعد مدير مخلص مرحلة الثانوية وينتهي دور هنا، ولا عندكم دور أهم في تهيئة وتأهيل الطلبة بعد التخرج من مرحلة الثانوية العامة؟ نعم، طبعا وزارة التربية متمثلة في مدارسها لها دور كبير في تحديد المسار والمستقبل الطلابي. نعم. طبعا التحديد الفعلي للطالب يبتدأ من الصف العاشر، طبعا احنا المفروض ان نغرس في نفوس ابنائنا انه يحدد مساره ومستقبله من هو صغير. نعم. ولكن التحديد الفعلي للمسار والمستقبل يبلش من الصف العاشر، وهني الطالب يبدي يختار مستقبله بالفعل، هل راح انا اروح حق الجانب العلمي ام الجانب الادبي، هل انا راح ادش الجامعه ام راح ادش التطبيقي، وعلى ضوءه راح يحدد هل النسبه اللي راح يجيبها ايش كثر. نعم. ومعدله ايش كثر والى اخره. احنا في المدارس يعني قاعد نوعي الطلاب باجتهادات فرديه، اقول لك يا للاسف، لان وزاره التربيه ما عندها يعني برنامج واضح وتوعوي لتحديد مسار المستقبلي للطالب. نعم. إذن هو جهد فردي.
مجهود فردي. نعم هو مجهود فردي في المدارس، ان احنا يعني بمجهوداتنا ان نوعي ونثقف الطلاب. شلون تتم استاذ صالح؟ يعني هل تتم بهذا المجهود الفردي يتم عن طريق معارض تسويها كل مدرسه، ممكن مدرسه تسوي مدرسه ما تسوي، ولا طالب فردي يلك المكتب؟ طبعا هو على شقين، على مستوى فردي وعلى مستوى جماعي. نعم. على مستوى الفردي في عندنا مكتب اخصائي اجتماعي ونفسي، وايضا في عندنا مجلس الاباء، وفي عندنا مجلس الطلاب، وفي نعم. عندنا يعني هذه الأقسام اللي توعي الطالب بشكل فردي على مستقبله. وأيضا الشق الثاني اللي هو البرامج الجماعية، يعني إحنا أحيانا نقوم في ندوات وورش ويعني برامج تثقف وتوعي الطالب. نعم. على كيفية تحديد مساره المستقبلي. أحيانا أيضا نستقبل وفود من جامعات خارجية. هذه الوفود يعني تسوي سيمينار؟ نعم أحسن تسوي نعم عروض. نعم. برزنتيشن للطالب من عدة جامعات خارجية، بريطانيا، أمريكا إلى آخره. طبعا مو فقط محلية، بموافقة الوزارة طبعا وبكتاب رسمي. تأتي إلى المدرسة، نجمع لهم الطلاب في الصف الثاني عشر وثقفهم وتوعيهم على أهمية الدراسة في الخارج وعلى أهمية والتخصصات الموجودة في هذه الجامعات. نعم. فدور دور يعني وزارة التربية نتمنى أن يكون دور أفضل من كذي في يعني توعية وتحديد مسارات الطلاب بإذن الله. أنا لما بديت الحلقة يعني كانت الكلمة واضحة لوزارة التربية، وقلت أن الدور اليوم مو بس على وزارة التربية. نعم. وزارة التربية من بدءا من الوزير، والكل مقصر واضح، بدءا من الوزير إلى الوكلاء إلى حتى الموجهين المشرفين مدراء المدارس والمدرس نفسه، وأيضا على الطالب. يعني هي عملية متكاملة، منظومة كاملة متكاملة، والتقصير من كل الجهات. ولكن جمعيات النفع العام مثل جمعية الثقافة الاجتماعية دورها بارز، وكذلك بعض الجهود الفردية أمثالكم دكتورنا العزيز وكذلك أستاذي صلاح، يعني أيضا واضح وما نقدر نخفيه من خلال العمل اللي قاعد تقدمونه اليوم بجمعية الثقافة الاجتماعية. الجهود الفردية مع جمعيات النفع العام يكمن دورها الرئيسي في خدمة المجتمع وتحديدا طلابنا. راح اترك لك المجال لنعلق اكثر على معرض المستقبل الطلابي بنقاط مهمه جدا، لكن راح نروح فاصل صغير وبعدها نرجع نتواصل وياكم من جديد. رجعنا مشاهدينا من بعد الفاصل، مستمرين معكم في برنامج أكاديمية ضيوف الكرام. نحرص اليوم على التواصل والتواجد معنا دكتور علي البلوشي أستاذ في قسم البيئة كلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت، والأستاذ صلاح عباس الناصر عضو مجلس إدارة في جمعيات الثقافة الاجتماعية ومساعد مدير في مدرسة أحمد شهاب الدين. قبل شوي قبل الفاصل تحدث الأستاذ صلاح كونه مساعد مدير في مدرسة عن واجبه الاجتماعي تجاه الطلبة وعن الواجب الفردي أيضا، المسؤولية الفردية والرقابة الذاتية والجهد اللي قاعد يقوم فيه هو جهد خاص فردي سواء منا أو من قبل بعض الزملاء أيضا في نفس المنصب اللي عنده أو أيضا بمناصب إشرافية أخرى، إن كلها جهود فردية. ولكن إن جئنا إلى وزارة التربية فواضح أن هناك قصور، ولا يعني نحاول أن نبرز الجوانب السلبية، هو واضح ما نبي نقعد نطلع الجانب السلبي. شنو اللي يميز معرضكم يعني بعيدا عن هذه الجهود الفردية، أيضا عندكم أيضا تبني لهذه الجهود أعتقد من خلال طاقات الجبارة اللي موجودة، إذا ممكن نشرحها؟ يعني هو أهم نقطة اللي تميز المعرض اللي هي تعالج السلبية اللي تفضلت بذكرها مع وزارة التربية، أن إحنا في جهود فردية سواء كانت من قبل مدرسين، كانت من قبل بعض الجمعيات النافع العام، من قبل بعض الطلبة نفسهم اللي كانوا يدرسون مثلا طلبة سابقين سواء كانوا مبتعثين في الخارج أو خريجين من جامعة الكويت والتطبيقي وغيره. فإحنا اللي يميزنا أن حاولنا نجمع كل هذه الجهات وكل هذه الجهود وحطيناها في مكان واحد، بحيث أن الطالب إذا جاء للمعرض يبي يحصل معلومة عن نسب القبول. نعم. يحصل الجهة الرسمية المخولة بإعطاء المعلومات الدقيقة بالنسبة لنسب القبول، طبيعة الدراسة في أعضاء هيئة التدريس موجودين يعطونا بالضبط طبيعة الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، وفي طلبة مستمرين وطلب خريجين ايضا يوضحون لنا طريقه الدراسه مدى صعوبتها وسهولتها او مدى
مثلا تطابقها مع الرؤية الموجودة عنده. فأهم نقطة أنا أتصور أن تميز معرضنا بأن جمعنا كل هذه الجهود في مكان، الجهود الفردية كلها كلها موجودة في مكان واحد، سواء نعم. كانت جهات رسمية، جهات تطوعية، أفراد، خبرات شخصية، خبرات جماعية، حتى استعنا احنا حتى في الأخوان اللي موجودين في اتحادات الطلبة سواء نعم. كان في الخارج أو في الداخل لخبرتهم الكبيرة والطويلة في خدمة الطلبة، أيضا حيكونوا موجودين لتوجيه الطلبة لمستقبلهم الدراسي. من الساعة كم بيكون؟ راح يكون على فترة يومين مثل ما قلنا احنا 12 إلى 13 6 من الساعة 4 إلى الساعة 10 يوميا أو خلال هاليومين. راح زين قلت لي عشان أقدم إجازة من الحين. لا هو شنو اللي في نقطة هم أحب أذكرها إن احنا لأنه صار ضغط علينا في السنة اللي فاتت حاولنا نفصل احنا التخصصات اللي او المحاضرات نعم. على يعني كل تخصص او كل التخصصات المشتركه بعنوان واحد او متقاربه مع بعض حطيناها في اوقات متقاربه، بحيث اللي جاي مثلا يبي يسمع عن الهندسه او يبي يسمع عن كليه الطب نعم. ما له داعي يحضر حق محاضرات ثانيه نعم. واضح فانه يكون باوقات يعني نعم. كل تخصص له وقت معين مكتوب بجدول نعم. طبعا هذا بالنسبه للمحاضرات نعم. عندنا احنا 8 محاضرات متوزعه على في نعم. محاضره لمده ساعه متوزعه على اليومين 4 ساعات باربع نعم. ساعات. انا البرنامج بتكلم فيه بالتفصيل بعد شوي عشان نخلي اخر نقطه هو تفصيل البرنامج حتى يكون واضح، واترك لك الوقت كله ما اقاطعك اطلاقا ممكن. خدمتي. ارجع لك استاذ صلاح حتى اتحدث عن الجهود المبذوله من فريق العمل اللي مشارك معاكم وكيفيه اداره فريق العمل حتى يعني يتم تجهيز هذا المعرض الخاص بالمستقبل الطلابي واللي راح يكون بعد شهر تقريبا. نعم. جهودكم المبذولة مع فريق العمل اللي معكم. هو مثل ما قلت لك يعني مشروع المعرض المستقبل الطلابي هو مشروع جاهز، يعني مجموعة من الأكاديميين والدكاترة هم يمثلون نواة هذا المشروع، هم فقط أتوا إلى الجمعية وعرضوا الفكرة وتمت الموافقة على هذا المشروع، ومن ثم تم تسخير كافة مرافق الجمعية لهؤلاء الشباب والدكاترة. فإحنا دورنا دور يعني مثل ما يقولون يعني دور غطاء رسمي لهذا المعرض. طبعا تدري بأن يعني هذا المعرض يحتاج حق مخاطبات رسمية لجامعات لمعاهد، فكل هذه المخاطبات الرسمية تأتي تحت مظلة جمعية الثقافة الاجتماعية. نعم. فبالتالي الجهود بأمانة أقول لك إياها هي جهود الشباب من الدكاترة والأكاديميين، وإحنا أيضا في أعضاء مجلس إدارة جمعية الثقافة الاجتماعية أيضا حاطين إيدنا بيدهم ومسخرين يعني نفسنا لهم لأي يعني أمر يحتاجونه إحنا موجودين. فبالتالي يعني أقدر أقول لك إنه يعني الحمد لله العمل قائم على قدم وساق في الجمعية نعم. للتجهيز لهذه الفعالية الكبرى واللي تعتبر من أبرز فعاليات السنة في جمعية الثقافة الاجتماعية. هي يعني الفعالية الأهم اللي تخدم الطلبة. من ضمن الفعاليات الأهم في جمعية الثقافة الاجتماعية. نعم هي معرض مستقبل الطلابي. نعم. للأمانة اللجان والكوادر العاملة يمكن أبو عباس يعني يقول إن الدكاترة والأكاديميين إحنا يمكن فقط عندي العمل يوجد في خلية نحل. من كوادر ولجان زين متوزعه واغلبيتها من الطلبه اللي شايلين هم زين من اللي مروا بتجارب يمكن في تحديد مستقبلهم، مثلا مروا بتجارب ممكن انها كانت صعبه نعم. انه يتعدوا منها، فما يبون غيرهم انه يمرون بنفس التجربه، فقاعد يحاولون يعطون من وقتهم في لينجح لعدم تكرار خطا اللي وقعوا فيه نعم. هم بنفسهم نعم. انا واحد من الناس طحت بخطا كلنا طح يعني انا كان يعني كنت كان حلمي اني اكون طبيب بشري، ولكن اتجهت الى اتجاه علم البيئه نتيجه يمكن ما كان في توجيه واضح نعم. في فتره تخرجي وكذا، ولكن الحمد لله الواحد قدر انه يعدل المسير، ولكن احنا ما نبي الناس تطيح في الخطا مره ثانيه. فالكوادر العامله اغلبها من الطلبه زين، لجان مختلفه، في لجان اعلاميه، لجنه فنيه، لجنه علاقات عامه، لجنه خطابات، و العمل متوزع وقاعد يقوم يعني كل ما يقرب وقت ان شاء الله المعرض
كل ما زاد النشاط والحركة وإنتاج العسل من قبل هذه الخلية إن شاء الله. نعم، أرجع الحين إلى البرنامج اللي عندكم، أكيد برنامجكم مكثف وعلى مدار يومين، وذكرت نقطة أود يعني أن نفصل فيها بشكل دقيق، ألا وهي بأن المعرض التخصصات اللي فيه مختلفة، اليوم بالساعة الفلانية متخصص لهذا التخصص الهندسة على سبيل المثال بهالوقت الإعلام، علشان لا يصير في تداخل في حضور الطلبة أو اللي في باله فقط أن أي حق المحاسبة يبها الوقت أفضل وراح تكون الجامعات هذه موجودة، يعني تنسيق الوقت مع البرنامج كله. طبعا هو البرنامج ينقسم إلى شقين، احنا عندنا برنامج الأساسي اللي هو برنامج المحاضرات اللي مثل ما قلت لك راح يكون على مدى يومين. نعم. أربع محاضرات في اليوم الأول وأربع محاضرات في اليوم الثاني. نعم. طبعا كل المحاضرين في هذه المحاضرات راح يكونون أكاديميين أعضاء هيئة التدريس، سواء كانوا في الجامعة أو في التطبيق أو في الجامعات الخاصة. نعم. مثل ما قلت لك كل تخصص له وقته، إنزين يختلف عن الوقت الثاني. واضح. راح أفصل لك أنا شنو هي المحاضرات، ولكن عندنا الشق الثاني من البرنامج اللي هو عندنا الخيمتين الرئيسيتين راح يكونوا موجودين في مقر الجمعية. نعم. راح يكون عندنا الخيمة الأولى خيمة للطلاب والخيمة الثانية للطالبات. نعم. شنو راح يكون في هذه الخيمة؟ راح يكون عندنا بوثات مقسمة على التخصصات والكليات والجامعات الخاصة وكذلك الجهات الرسمية سواء كانت في الجامعة أو التطبيق أو التعليم العالي، بحيث أن الطالب حتى اللي فاتت المحاضرة، مثلا أنا بتخصص محاسبة وفاتتني المحاضرة، أقدر أني أتواصل مع البوث اللي موجود لتخصص المحاسبة أو للهندسة أو للطب اللي راح يكونوا متواجدين على مدار اليومين اللي راح يقام فيها. نعم. راح يقام فيها المعرض. بالنسبة للمحاضرات، المحاضرات راح تكون عندنا إحنا يوم أو نقول ساعة كاملة أو ساعتين محاضرتين لتخصص الهندسة، نتيجة طبعا بسبب أهمية تخصص الهندسة ويوجد رغبة كبيرة، يعني دائما نشوف خريجين الثانوية إقبال على الكل بيكون مهندس، أن الكل بيصير مهندس. نعم. فإن وكذلك خلينا نقول كثرة الفرص، إنزين، لأن يقدر يقدم هندسة في جامعة الكويت، يقدر في التطبيق، يقدر يطلع. نعم. في البعثات، يقدر يدخل في الجامعات الخاصة، فمحتاجة إلى شرح إنه يكون مفصل بطريقة أكبر. نعم. وخصوصا أن تشعبات تخصص الهندسة أيضا كثيرة، ميكانيكية وكهربائية. تمام. وغيرها. نعم. في الدقائق الثلاثة الأخيرة يعني بترك لكم المجال لننقل كلمة أخيرة للسادة المشاهدين، وشكر أيضا مرة أخرى لجهودكم الجبارة لإنجاح معرض المستقبل الطلابي الثاني، وأعتقد أنه هو ناجح لأن في نية خالصة لخدمة الطلبة وخصوصا المتعثرين في اختيار تخصصاتهم. يبقى السؤال الأخير لك أستاذ صلاح، يعني نقطة مهمة جدا لم نتطرق إليها، كيفية المشاركة معكم، الانضمام لفريق العمل، شنو الشروط المطلوبة إذا واحد كان حاب يساعد شايف عنده الخبرة اللي ممكن من خلالها يعني يخدم إخوان الطلبة؟ طبعا أبواب الجمعية مفتوحة للجميع. نعم. اللي يشوف نفسه إنه قادر على المساهمة والمشاركة في يعني مساعدة الإخوان في إدارة هذا المعرض يقدر يشارك في أي جانب من جوانب المعرض، يتم التنسيق مع إدارة الجمعية وأيضا اللجنة المنظمة في معرض المستقبل الطلابي، وإن شاء الله الإخوان في اللجنة المنظمة ما راح يقصرون مع هؤلاء الشباب اللي حابين يتطوعون في هذا المجال. ويمكن شيء بشيء يذكر، جميع العاملين في هذا المعرض شباب متطوعين يعني يبذلون جهد ذاتي من نفسهم في سبيل يعني توعية ويعني إخوانهم الطلبة، وأبواب الجمعية أعيد وأقول مفتوحة لأي جهود يعني مخلصة تساعد في إنجاح هذه الفعالية. كل الشكر والتقدير لك دكتور. في الختام كلمة توجهها للسادة المشاهدين. إن نتمنى أن نشوف حضور خصوصا طلبة الخريجين الثانوية يحضرون المعرض، لأن فيه فائدة لهم بحيث أنه يحدد مستقبل الدراسي وين راح يروح. وطبعا نحب نشكركم، نشكر هاشم بولن، هاشم حرص يعني كل الحرص ان الحلو يقدم لكم اليوم. اي مشكور هاشم، طبعا هو صديق عزيز. نعم. زين صديق طفوله. نعم. فنشكره على الحلو، ونشكر طبعا دكتور ابراهيم سلطان يعني ان حرص انه هو يشارك معنا في البرنامج، مع العلم انه موجود في مؤتمر في بريطانيا، ولكن حاب حرص انه يشارك معنا في المكالمه الهاتفيه. نشكر له، وان شاء الله نقول الشغل وايد
وخلص المؤتمر بسرعه ونعطينك على اساس انه باذن الله يكون المعرض جاهز. تختم استاذ صلاح عندك. والله انا باسم اعضاء مجلس اداره جمعيه الثقافه احب ايضا اشكركم مره ثانيه على هذه الاستضافه الكريمه، ويعني هذه مو غريبه عليكم قناه الكوت، ما شاء الله عليكم دائما يعني مواكبين لجميع انشطه وفعاليات الجمعيه وقاعد تغطونها اعلاميا ومعطينها حقها في التغطيه الاعلاميه، فجزيل الشكر لكم. وإن شاء الله أعضاء مجلس إدارة جمعية الثقافة الاجتماعية توعدكم بالأفضل إن شاء الله في المستقبل بإذن الله. كل الشكر والتقدير لكم على التواصل معنا اليوم. كنا نتحدث مشاهدينا الكرام عن معرض المستقبل الطلابي الثاني اللي صار السنة اللي طافت، كان ضخم جدا، إقبال كبير عليه جدا، وإن شاء الله اليوم من خلال هذا الشرح الوافي والكافي من قبل الدكتور علي البلوشي أستاذ في قسم البيئة بكلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت، والأستاذ صلاح عباس الناصر مساعد مدير في مدرسة أحمد شهاب الدين وعضو مجلس إدارة جمعية الثقافة الاجتماعية، وضحوا الصورة لكم على أمل أن نشوف كل الطلبة موجودين هناك مرة أخرى. أشكر الزميل الخلوق والمبدع والإعلامي الناجح اللي كلنا نحبه هاشم بولند على الحلو اللي جاب لنا واللي وصله لضيوفه الكرام من الصبح، هو يعني كان حاب إنه يوصل هالهدية، فكل الشكر والتقدير لكم، والشكر موصول لضيوفنا الكرام وللعزيز هاشم بولند. على أمل أن ألقاكم بحلقات جديدة تجمعني وإياكم في برنامج أكاديمية. تصبحون على ألف خير.